سلام شميسات، كديري؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنخرج البنات، غناخد لا تروسا، نجمع فيها كاع دوك القرائي ديال الزيوت وبعد لي برودوي اللي عندي، لانه لا تروسا اللي كانت دايرها فيهم مسكينه دازت عليها الحرب العالميه الاولى والثانيه، صافي خصنا نعطيها التقاعد. غنمشي لبريمارك لانهم هما عندهم بزاف ديال التنويع، لا في الحجم كاين بزاف ديال الاحجام، وحتى الالوان عندهم الوان وعندهم شكيلات زوينين. غنتقاس معكم كل شيء وغنستغل الفرصه بالنسبه للاخوات اللي بغاوني ندير لهم جوله في لا سيكسيون ديال الحويجات ديال الاطفال الصغار. غندير لكم واحد الجوله على السريع، نوريكم الحويجات اللي كاين. بطبيعه الحال ما غنوريش كل شيء، ولكن داك الشيء اللي مهم. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنجاوب على بزاف ديال الاسئله ديالكم، فما تفلتوش. المهم بزاف ديال الاسئله، كاين الاخوات اللي كيسولوني على منتوجات ديال القمال، كاين الاخوات اللي كيسولوني على منتوجات ديال البشره الجافه. المهم بزاف ديال الاسئله، اي حاجه تفكرتها راه غنجاوبكم عليها هذا الفيديو، فخليكم معايا. دخلت البنات البريمارك، غنوريكم لي تروس اللي كاينين. صراحه انا كيعجبوني بزاف، بغيت انا شي وحده اللي تكون كبيره باش تهز ليا بزاف ديال الحوايج، لحقاش عندي شحال من حاجه باغا نديرها فيها. واون ميم طون ما بغيتهاش تكون ديال التو، بغيتها تكون فحال ديال الميكا، ولكن تكون شي حاجه اللي قاصحه باش ماشي دغيا انها تخسر ليا. ديال الميكا كتعجبني باش حتى الا هرق ليا الزيت اولا توسخت ليا بالماكياج اولا اي حاجه، دغيا كنغسلها كنديرها في البالكون وكتنشف ليا. المهم البنات نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. هنا غنبداو الحويجات ديال بيبي، حاولت اني نشد لكم كل حاجه مع لو بري ديالها وما صورتش كل شيء لانه المحل كان عامر. المهم خديت لكم غير مقتطفات هكا باش تاخذوا فكره، كاين تنوع بزاف لا في الالوان ولا في الموديلات لا بالنسبه للذكوره ولا البنات، ولكن البنيتات اكثر. كاين الحوايج ديال الخروج، الحوايج ديال الدار، كاين المناطي، الرياقات، المهم اي حاجه اللي كتعلق في لي بيبي راها كاينه. وغنخليكم مع الفيديو. Sana gel, sana gel, bir bak gel artık.
geçecek. Ah ebedi kimin gizleyecek sevişerek. Senlere sarıl mesede sarılır. Sarıl sarıla gizleyecek öpüşecek. داكشي اللي خاصني راك عارفه اني كنت مسافره وفي الاول الشهر ما درتش هذيك الكومبرا الكبيره دونك كاينين شي حوايج اللي خاصني غناخذهم اليوم. هانتوما معايا وفي نفس الوقت البنات خليكم معايا لانه بما انه انا دابا في ميركادونا وكتسولوني بزاف ديال الاسئله غنجاوب عليهم كاملين ان شاء الله في هذا الفيديو. والا شي وحده سولت شي سؤال او ما شتوش او نسيت ما تقلقش خلي لي في كومنتاريو ان شاء الله نجاوبها في شي فيديو اللي جاي. بما انه دابا سخن الحال كيبدا يخرج الناموس كيبدا يخرج الحشرات ها هو قرصنا الدبان ها هو قرصنا الناموس. سولوني الاخوات على هذا المنتوج واش كاين اولا لا. اياها البنات هذا المنتوج هذا ديال بيكادورا ديال الحشرات راه كاين غتلقاوه في الجهه ديال البرفوماليه في الكرتونه. راه دايرين لكم طريقه الاستعمال سهله بنفس البرودوي غتحطوه فوق العده وغديروا حركات دائريه وتقدروا تعاودوا شحال ما بغيتوا. غير هو هذا البرودوي ما كيصلحش للاطفال اللي قل من 3 سنين من 3 سنين فما فوق. الاخوات اللي كيسولوا على المنتوجات ديال القمل بالنسبه للاطفال راه حتى هما كيتباعوا كاين الشامبوان كاين لوسيون غير هما فقط للاطفال ابتداء من 3 سنين يعني من 3 سنين الفوق. الوليدات اللي صغار من 3 سنين ما تستعملوهمش ليهم راهم ديجا دايزين على اطباء ديال الجلد وعلى الاطباء ديال الاطفال. ما كاينينش غير هنا تقدروا تشريهم حتى من لاسفارماسياس حتى هما كيتباعوا. هادو قراو الطريقه ديال الاستعمال قبل ما ديروهم ليهم. فحال مثلا هاد لا لوسيون هادو دايرين على انها راه في اللورا البلاص غتلقاو طريقه الاستعمال دايرين على انها كدار على الشعر يكون ناشف وتخليوها من 10 حتى 15 دقيقه ومن بعد تغسلوا ليهم الشعر ديالهم وتمشطوه ليهم بهذيك المشطه اللي كتكون رقيقه داك المشطه اللي كتكون خاصه للقمل راه ديجا كتباع هنايا باش تحيدوا ليهم الا بقى شي حاجه كتحيدوها ليهم. والمهم وتعاودوا الاستعمال راه هما شارحين لكم كل شيء مزيان. كاين كذلك حتى واحد الريبيلنتي واحد المحلول كيتباع اللي غنوريه لكم دابا ولكن هذاك ما صالحش انه يحيدهم. ريبيلنتي دي بيوخوس هي هاد القريعه البنات هادي هذا للوقايه. الا في المدرسه مثلا قالوا لكم ردوا البال راه جا شي وليد فيه القمل وخفتوا نتوما على ان الوليدات ديالكم يتعادوا فهاد المحلول قراو الطريقه ديال الاستعمال ديالو كترشوه لهم على الشعر ديالهم للوقايه باش ما يتعادوش. اما ديجا الا كان فيهم فراه ما غيدير لهم حتى شي حاجه. كذلك للوقايه البنات انا مثلا شخصيا شنو كندير كناخذ الزيت ديال شجره الشاي وكندير واحد شويه ديال القطرات في الشامبوان ديالو غير واحد شويه على حسب الكميه شامبوان القرعه شحال فيها وكنبقى كنغسل ليه الشعر ديالو وما تيوقع ليه حتى شي حاجه. والاخوات اللي سولوني على جيل من ميركادونا للبشره الجافه كاين البنات هذا داير فحال سبوما هو ماشي جيل هو لا تيكستور ديالو داير فحال سبوما كيصلح للبشره الجافه والبشره الحساسه. انا ما مجرباش لانه كيف ما كتعرفوني بشرتي دهنيه الى مختلطه. هذه كريم ايدغاتونت ديالو كنتمنى من البنات اللي مجربينه انه يعطيكم الراي ديالهم فيه واش زوين اولا لا.
وكجديد اللي خرجت ميركادونا. المهم انا يلاه شفتهم هاد المنتوجات اللي خاصين بالتمبورادا ديال الصيف، حمقتني البنات هاد الباليت ديال العينين، ولكن الا زدت شريتي حاجه اخرى راه ما عندي فين نحطها. وكاين هاد البرونسيادور هذا ليكيدو جاي سائل، كيعطي داك اللون البرونز، يعني اللون ديال فحال مشينا للبحر وتحمرنا. خرجوا كذلك صباغه والعكوره. المهم البنات انا ما جربت حتى شي حاجه من هادشي، مي غير بغيت نوريكم الجديد اللي خرجت في البرفوميريه. خذ هاد الصابون هذا ليكيدو ديال مارسيليا، صراحه زوين كيعجبني. كاين ديال 3 لتر وكاين ديال 4 لتر، المهم هذا الثمن ديالو 3 أورو 19، وكاين ديال 4 4 لتر الثمن ديالو 4 أورو 20. المهم البنات رجعت للدار غنوريكم داك الشيء اللي خديت من بريمار، مشيت غير على لاتروسا الفينا، خديت هذه عجبتني. هذه علاش خديتها؟ لانه هي اكبر حجم لقيت، يعني ما لقيتش شي وحده اللي كبر من هذه، وانا خاصني شي لاتروسا لان عندي بزاف ديال لي برودوي اللي تهز ليا بزاف. هذه البنات الثمن ديالها داير 8 ديال الاورو، كاينه في هذا اللون هذا ذهبي، كاينه حتى في الغوز. المهم في الرباخه صراحه في التخفيضات كيهبطوا ليهم الثمن، الا يعني كان خاصكم في هذا الشيء وما كنتوش مزروبين عليه تسناو حتى التخفيضات. انا كان ضروري خاصني يعني نجمع هذاك الشيء، هذاك بوربوج اللي عندي على داك الشيء مشيت خديتها. المهم الشكل ديالها زوين، فيها واحد الجويب هنايا، ومن الداخل كبيره بزاف كتبان منفوخه لحقاش داري لها هذا البلاستيك هذا الداخل. المهم كنظن على انها هذه غتهز ليا كل شيء. فوالا هذا الشيء اللي خديت من بريمار. من بعد دزت البريمور غنوريكم البنات اشنو خديت. فوالا خديت راكم عارفيني انا كاع لي برودوي ديال ايسونس كيعجبوني، كاليتي والثمن ديالهم جد مناسب. خديت هاد الكلوس هذا، هذا خو هذا كيشبه لهذا، ديجا كنت قاسمتو معاكم شحال هادي كيشبه لهاد العكوره هادو ديال ايسونس. هما نيت كنظن على انهم بدلوا ليهم الفورماتو، هو هذا اللون اللي انا كنت باغا وتقضى ليا. هذا اللون ديالو البنات طبيعي، يعني تقريبا فحال لون ديال الشفاه، واخا يكون الصهد يديرو الانسان في الصباح الى غادي للخدمه غيخرج. المهم واحد اللون اللي زوين زوين بزاف موي ناتورال، فحال اللون ديال فحال اللون هذا بحال اللون ديال اللحم. هادو ما لقيتهمش، ما بقاوش كيتباعوا، بدلوهم ولاو فحال هاد الفورماتو هذا. الرقم البنات اللي خديت 3 سميتو وانا بلاي نو هادشي اللي دايرين هنايا. المهم الرقم 3 بالنسبه اللي كيعجبوها فحال هاد الالوان هادو، هذا ثمن ديالو 3 اورو وشي حاجه. وخديت جوج ديال الماسكات ديال اونتي اج ديال هاد البلاصه هادي ديال العين. هزيت هادو راه دايرين اورو، هادو من بريمور ولكن راه تلقاوهم في بزاف ديال لي بارفيم، غير فحال مثلا كنظن على انه دروني حتى هما تيبيعوا فحال هكا، سينو حتى باغ انترنيت راه كيكونوا كيبيعوا هاد لا ماركه هادي، ولكن ماشي بالضروره. المهم غير يكون فحال هكا هاد الماسك البنات، هذا مصايب بالكربون كولاجين ديال هاد البلاصه هادي، اونتي اج دايرين على انهم تريتمون اونتي اج خاصين لهاد المنطقه هادي حول العينين. المهم انا كنت باغا نزيد منه ساعه لقيت غير واحد هذا اللي كنبقى ليهم، هزيت واحد اخر تقريبا يعني نفس الشيء، هادو خاصين غير المنطقه حول العينين. هذا زيد عليه، هذا فيه الكولاجين وفيه لا فيتامين سي وفي نفس الوقت فيه اسيدو يالورونيكو. المهم انا البنات ما عمرني حتى هو اونتي اج، انا ما عمرني جربتهم. ان شاء الله ندير معكم شي غوتين هكا العنايه بالبشره ونجربوا معكم ونعطيكم الراي ديالي فيهم، نقول لكم زعما واش حسيت بانه دار ليا شي نتيجه، حسيت بشي حاجه، ما حسيت بوالو. المهم خاصين الثمن ديالهم اورو، كل واحد داير اورو. هاد الشيء اللي خديت من بريمور. وبالنسبه للميركادونا من بيرفوميريا خديت البنات الريسيل. ميركادونا انا ما كنديرش الاشهار، يعني اي حاجه خديتها كنخلصها بمالي الشخصي. اللي بغات تيق تيق واللي ما بغاتش تيق شغلها هذاك.
بالنسبه للكريمات انا ما كنوريكمش الكريمات من ميركادونا، رغم انه بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي ورينا كريمات ديال سيلوليتيس ديال هادي ديال هادي، لانهم انا الكريمات ديال ميركادونا ما تعجبونيش، المكونات ديالهم ما زوينينش، يعني لا فورمول باش مصايبين ما زوينينش. كنفضل بزاف الكريمات ديال ليدل وآل ديال اللي كنشاركهم معكم، مي مين كتعجبني شي حاجه لا في الجهه ديال اليمنتاسيون، يعني داكشي ديال الماكله او داكشي ديال بيرفوميريا، راني كنشاركها معكم لحقاش انا كتعجبني، لحق ماشي لحقاش كنبغي ندير الاشهار. اما ميركادونا او اي سوبر مارشي اخر ما يحتاجنيش انا ندير لهم الاشهار. المهم بالنسبه للريسيل البنات خديت هذا واعر بالنسبه لي انا شخصيا، مع الفورما ديال الريسيل ديالي كيعجبني بزاف، هو هذا البنات رخيص، الثمن ديالو 3.60 3.65 فحال هكا، هذا ديجا دائما وهو كاين كيتباع. بالنسبه لو بري كاليتي، يعني داك ريلاسيون بريسيو كاليداد زوين بزاف، انا كيعجبني بزاف وكنصحكم به. المهم دابا غنمشي غنوجد مريندا، غندير واحد الكوتي، هو ماشي كوتي هو كوتي عشا. المهم غنصايب واحد المملحه سريعه تحضيرها اللي تكونوا مسخسخين داخلين من الدار، ما فيكم كاع انكم توقفوا بزاف في الكوزينه، واحد المملحه اللي كتجي زوينه بزاف وفي نفس الوقت سريعه في التحضير. وبهذه الوصفه هذه غنختم الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم كما العاده، ما تنساوش انكم ديروا لي لايك الا كنتوا اول مره كتشوفوا في الفيديو ديالي وعجبكم، تسجلوا معايا في القناه، مرحبا بكم توليو وحدين من العائله ديال جونيتا تي في. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. هنا البنات غندير واحد المملحه سريعه، المهم غنصايبها بماساك برادا بلا بات بغيزي، اللي دائما فحال هاد العجائن فحال هكا كيكونوا عندي في الكونجيلاتور، نهار اللي ما كيكونش عندي الوقت اولا ما كيكونوش عندي الكتفان باش غنبقى كنعجن، المهم كنكون عيانه فكنجبد صراحه كيسهلوا عليا الحياه. غنصايب مع غنعمرها بالتون بالزيتون بصلصه ديال الطماطم، وغنحتاج الفرماج ديال الموزاريلا، تقدروا تستعملوا نتوما اللي متوفر عندكم. وغنشارك معكم الطريقه كيفاش كننقي تشامبينيونيس، انا البنات ما كيعجبنيش نغسلهم نهائيا، يعني الا غسلتهم ما كنقدرش ناكلهم، ما عرفتش في قاعده ما كنقدرش نغسلهم، فهذه هي الطريقه اللي انا عندي معتمده باش كنقي بها الشامبينيونيس، يعني كيوليو نقيين بلا ما احتاج انكم تغسلوهم. وهنا سمحوا لي البنات راه كنسحب ليا، راني كنصور صعلقت راسي كاع ما كنصور. المهم ما درت حتى شي حاجه، خديت العجينه سرحتها كيف ما وريتكم في فيديوهات سابقه، راها سهله ما تخليوهاش حتى تطلق راسها بزاف، لانه الا ترخات العجينه غتجيكم صعيبه غتلغجل ليكم ما غتبغيش تحل ليكم، فدائما من تخرجوها من الكونجيلاتور خليوها واحد 10-15 دقيقه يعني، وفتحوها من كتكون بارده كتكون سهله. وضعت الطبقه الاولى ديال الصلصه ديال الطماطم، ما تبلتها ما حتى شي حاجه، ما درت لها العطريه لا والو، لانه ديجا تشامبينيونيس فيهم طعم التون كذلك الزيتون كذلك، فما درت لها حتى شي حاجه مباشره يعني، وضعت صلصه ديال الطماطم من الفوق، درت تشامبينيونيس اللي شحرتهم في المقيله مع شويه ديال زيت الزيتون شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار، غير دخلهم طياب واحد شويه طفيت عليهم، ووزعت التون على الفطيره، كنفردته في البواطه هكا كيجيني ساهل، من بعد كنوزعه على الفطيره كامله وصافي. درت الزيتون ومن بعد درت الجبن ديال الموزاريلا، هاد الجبن البنات ديال الموزاريلا في البيتزا كيجي رائع، يعني الا كتعجبكم داك البيتزا انكم تقطعوها ويبداو داك الخيوطه ديال الجبن تابعينكم استعملوه، كيجي معلك كيجي رائع، انا كيعجبني نستعملو في البيتزا وفطائر بحال هكا، مي استعملوا الجبن اللي نتوما متوفر عندكم. واخر حاجه رشيت واحد شويه ديال الحبق الباكا، ديروا رشوا داكشي النسمه اللي نتوما كتعجبكم، الزعتر اللي بغيتو، انا رشيت شويه ديال الريحان وغندخلها دابا الفران اللي انا ديجا شعلته قبل على 180 درجه. صافي هي ما كتاخذش واحد الوقت كبير في الطياب، غنخليها تقريبا 20 حتى 25 دقيقه وصافي وكتوجد معانا. وهي البنات الفطيره ديالنا واجده، ما كتاخذش نهائيا واحد الوقت اللي كتير ساهله في التحضير، انا عطيتكم غير افكار نتوما تقدروا تعمروها بداك الشيء اللي بغيتو، انا قضيت بداك الشيء اللي كان متوفر عندي. الطبق الاخر اللي حطيت راه كلشي شاريه ما وجد حتى شي حاجه، اختكم راه عيانه. المهم كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لي لايك ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.